اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. انتشر على الفيسبوك ومواقع التواصل بل وبعض المواقع الإخبارية خبر يشير إلى قيام رئيس كوريا الشمالية إعلان اعتناقه الدين الإسلامي على التلفزيون الرسمي لدولته، إلا أنه بعد تتبع مصادر الخبر تأكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة. وبالإضافة لذلك، فالخبر قد يحوي على إشارة تحاول تشويه الدين الإسلامي، حيث يوضح الخبر الذي هو مجرد شائعة أن رئيس كوريا الشمالية قد قال في حديث تلفزيوني: أيها الشعب الكوري الشمالي العظيم، لقد من الله سبحانه وتعالى علي أن رأيت في حلمي شيخ عربي يتحدث معي العربية وكنت أفهمه، حدثني عن دين كنت لا أعرفه فقط أسمع به، وكانوا دائما ما يصفونه بالإرهاب حتى رزقني الله الاطلاع عليه، وقد وجدته الدين الذي أبحث عنه، وكان هذا ما ينقصني. إني أعلن أمام الله ورسوله وأمامك أيها الشعب أني أسلمت لله رب العالمين، وسأقوم بأداء فريضة الحج وأدعوكم للاطلاع على هذا الدين العظيم. والمعروف عن جونج أنه يعتبر مجنون، حيث قام بتهديد أمريكا بحرب نووية، وقام بقتل عمه بإطعامه للكلاب الجائعة، وعدد من الأفعال التي تنم عن ميوله للعنف واللاعقلانية. وبعد ترصد مصدر الخبر، توصلنا إلى أن المصدر هو موقع يسمى تونس نيوز، وأن الموقع عبارة عن أخبار هزلية تهدف لجلب الزوار من مواقع التواصل، وفي أسفل الموقع تنويه بأن أخبار الموقع هزلية. وبالرغم من ذلك، فإن رئيس كوريا الشمالية قام من وعكته الصحية التي كانت حديث العالم بالرغم من انتشار جائحة كورونا، لكنه لا يسلم من الإشاعات بموته. وقد قالت وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية إن الإشاعات بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لا أساس لها، وليس هناك أي أدلة على خضوعه لعملية جراحية في القلب. وكان زعيم كوريا الشمالية قد اختفى لعشرين يوما ولم يحضر الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد جده، وهو أحد أكبر الأحداث في البلاد. وقالت تقارير إعلامية إنه كان مريضا جدا أو إنه مات، ثم ظهر بعد ذلك في مصنع للأسمدة وهو كما يبدو في صحة جيدة. ولكن تحدث رئيس الاستخبارات في كوريا الجنوبية سو هون أمام لجنة برلمانية الأربعاء وتعرض لهذا الموضوع، ونقلت عنه وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية عنه، حيث قال إنه لا توجد أي أدلة تثبت صحة الإشاعات بشأن حالة كيم جونج أون الصحية. واستمعت اللجنة البرلمانية إلى أن الزعيم الكوري الشمالي ظهر على الملأ هذا العام 17 مرة، وكان يتوقع ظهوره 50 مرة بحسب المعتاد، وربما يرجع ذلك إلى انتشار فيروس كوفيد-19 كما قال أحد أعضاء اللجنة، وإن كانت كوريا الشمالية قد أعلنت رسميا عدم ظهور أي حالة إصابة لديها. وقال كيم بيونغ كي عضو البرلمان الكوري الجنوبي: لا أستطيع استبعاد انتشار الفيروس في كوريا الشمالية. وأضاف: يركز كيم جونج أون على التكتم على تعزيز شؤون بلاده الداخلية مثل أنشطة قوات الجيش واجتماعات الحزب الرسمية، ثم جاء فيروس كورونا ليحد أكثر من ظهور أنشطته العلنية. بدأت الإشاعات بشأن الحالة الصحية لكيم بعد تغيبه عن حضور الاحتفالات بعيد ميلاد جده في 15 من إبريل نيسان. وبعد 6 أيام من ذلك، قال مصدر مجهول لموقع صحيفة إنكي اليومية والذي يديره كوريون شماليون منشقون، إن كيم يعاني من مشكلة في القلب والأوعية الدموية. ثم كررت وسائل الإعلام العالمية هذا الادعاء، وقال بعضها إن حالته الصحية حرجة، بل وقالت وسائل إعلام أخرى إنه مات. ولكن وكالة أنباء رويترز نقلت عن الحكومة الكورية الجنوبية والاستخبارات الصينية عدم صدق هذه الإشاعات. ولكن هل اختفى كيم قبل ذلك؟ لم يكن تغيب كيم عن حضور الاحتفال بعيد ميلاد جده واختفائه لمدة 20 يوما هو الأول، ففي عام 2014 تغيب كيم جونج أون 40 يوما من أوائل سبتمبر أيلول، مما أثار موجة من التكهنات من بينها أنه أقصي عن الحكم في انقلاب دبره بعض السياسيين الكبار، ثم عاد إلى الظهور وهو يتكئ على عصا بعد ذلك. وأقرت وسائل الإعلام وقتها أنه كان يعاني من حالة مرضية غير مريحة، لكنها لم تذكر الإشاعات التي تحدثت عن إصابته بالنقرس. وقد أفاد الراديو الرسمي لكوريا الشمالية صباح الأحد بقيام كيم يونغ أون بشكر عمال وموظفين كوريين في أول إشارة لنشاطه الاعتيادي بحسب ما نقلت وكالة نوفيتسي الروسية، إلا أن صيغة رسالة الشكر التي أرسلها الزعيم الكوري لم تتكشف،
بحسب ما أوضحت وكالة أنباء كوريا الجنوبية رينهاب. وفي التفاصيل المختصرة، لفتت الإذاعة الرسمية إلى أن كيم أعرب عن امتنانه للعمال والموظفين الذين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون. إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية للنقل أن زعيم كوريا الشمالية تلقى يوم الخميس برقية تهنئة من رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوغانوف بمناسبة ذكرى زيارة كيم يونغ أون لروسيا. والآن يتبقى سؤال عزيزي المشاهد، أخبرنا لماذا قام موقع عربي بنشر مثل هذا الخبر بأن رئيس كوريا الشمالية اعتنق الإسلام؟ تكثر الشائعات والأقاويل عن القوانين الغريبة والصارمة في كوريا الشمالية، فما هي الأفعال التي تعرضك للإعدام هناك؟ أولاً، بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي. يعتبر بيع وتخزين منتجات الأدب الغربي من أفلام وكتب ومجلات جريمة عقوبتها الإعدام في كوريا الشمالية. ثانياً، الإيمان بالديانات السماوية. يعتبر الإيمان بالديانات أمر محرماً في كوريا الشمالية، ففي العام 2013 تم إعدام 80 شخصاً في البلاد للعثور على الإنجيل في منازلهم. ثالثاً، عدم احترام القائد. يعتبر احترام رئيس الدولة أمراً إلزامياً في كوريا الشمالية، فحتى السياح الذين يزورون البلاد يلزمون بوضع الزهور عند تماثيل الرئيس الحالي ووالده المتوفي، أو يصبحون معرضين لعقوبة الإعدام. رابعاً، مغادرة البلاد. لا يملك أي مواطن كوري شمالي الحق في مغادرة البلاد بدون تصريح رسمي، فمواطنو البلاد لهم حرية التنقل داخل حدود الدولة فقط. خامساً، مشاهدة الأفلام الإباحية. فتعتبر مشاهدة المواد الإباحية أو الترويج لها جريمة يعاقب عليها بالإعدام في كوريا الشمالية. سادساً، تصفح الإنترنت. يعتبر تصفح مواقع الإنترنت الأجنبية جريمة يعاقب عليها في كوريا الشمالية، ويسمح للمواطنين استخدام الإنترنت لتصفح المواقع الحكومية فقط. سابعاً، المكالمات الهاتفية لخارج البلاد. عوقب مواطن كوري شمالي بالإعدام عام 2013 لأنه اتصل بصديق له من كوريا الجنوبية. ثامناً، مشاهدة المسلسلات الأجنبية. أعدم 50 مواطناً عام 2014 بشكل علني لمشاهدتهم أفلام ومسلسلات أجنبية. تاسعاً، الإدارة السيئة للمؤسسات أو المزارع. ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس أصدر العام 2015 أمراً بإعدام شخص مسؤول عن إدارة إحدى المزارع الحكومية، وذلك بسبب سوء إدارته لها. عاشراً، شرب وترويج المنتجات الكحولية. يسمح لمواطن كوريا الشمالية بشرب الكحول وبيعه في أيام العطل الرسمية فقط، وأي مخالفة لهذا القانون يعرض صاحبه لعقوبة الإعدام. 11، النوم أثناء الاجتماعات الرسمية. يعرض أي شخص قد يتثاءب أو ينام أثناء الاجتماعات الرسمية وخطابات الرئيس لعقوبة الإعدام في كوريا الشمالية. 12، الاستماع للموسيقى الأجنبية. يعاقب بالإعدام أي مواطن كوري شمالي يستمع للموسيقى أو الأغاني والألبومات الأجنبية. أعلن الناطق باسم حكومة كوريا الشمالية وبشكل رسمي تنديد الرئيس كيم جونغ أون بقرار دونالد ترامب، وقال أنه لا يوجد دولة تسمى إسرائيل حتى تصبح عاصمتها القدس. هذا وتتسم العلاقات الكورية الشمالية الإسرائيلية بالعدائية للغاية، ولم تعترف كوريا الشمالية مطلقا بدولة إسرائيل، وتدينها بوصفها تابع إمبريالي. ومنذ عام 1988 تعترف بسيادة دولة فلسطين على كل إسرائيل باستثناء مرتفعات الجولان التي تعترف بها كجزء من سوريا. عزيزي المشاهد، تم اللقاء وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود. ولا تبخل علينا بالدعاء، ولكي تعم الفائدة قم بالإعجاب والمشاركة حتى نصل إلى جميع الأصدقاء. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.